حماد، برحب بيك كابتن حماد. عندك سلام، الاخبار عامل ايه؟ اولا ببارك لك على الهدفين النهارده وعلى تألقك وعلى تأكيدك على ان انت هتفضل واحد من اهم المميزين والمهاجمين المؤثرين، مش هقول لك في النادي الاهلي ولكن في تاريخ الكرة المصرية كابتن حماد. ربنا يخليك، اسلام، شكرا لك، الف شكر. كابتن عماد، يعني الهدفين النهارده، اولا هل انت يعني كان عندك اصرار ان انت وانت نازل عايز تسجل اهداف، عايز تقول حاجه؟ يمكن انا شفتك بعد الهدف الثاني كمان كنت بتكلم حد في المدرجات، هل ديت كانت رساله معينه؟ كان عندك اصرار ان انت تسجل الهدفين النهارده؟ انا عايز بس اوضح نقطه مهمه، عشان بالنسبه اتفضل يا كابتن. عشان الاشاره دي مش لحد في المدرجات خالص، ولا الجمهور، ولا لحد من اللي موجودين في المدرجات. الاشاره دي لبعض الناس الفتره الاخرانيه كانوا بعتوا لي مسجات على تليفوني، كانوا يتكلموا باسلوب مش كويس يعني، فانا برد عليهم بقول لهم يعني اسكتوا خلاص بقى، يعني كفايه كلام وكفايه راي، وعماد متعب هيبطل كوره وقت ما يحس ان هو مش قادر. وعماد متعب موجود في النادي الاهلي وهيأدي وهيفضل موجود، وان شاء الله ان شاء الله. انا ما بردش على حد، برد على حد في نفس الملعب وبادائي وبمجهودي يعني. فبس عشان بس ما حدش يحور والموضوع ما بقاش عليه كلام كتير الفتره الاخيره، لان احنا عارفين يعني اي حاجه بيبقى ليها علاقه بعماد الناس بتزيد فيها. فانا بالظبط. فالرساله مش مالهاش علاقه باي حد موجود في المدرج. وهو عشان كده يعني للسبب دوت احنا كنا حريصين ان احنا نجيب حضرتك، لان طبعا يعني ايه بدا بعض الناس تستخدم الاشارات ديت. انا بقول لك انا عشان كده بس بنهي الموضوع تماما، عشان ما حدش يفضل يتكلم ويعيد ويزيد في القصه دي خالص. لناس والناس معينه وهم عارفين ان هي ليهم بالظبط يعني. كابتن عماد، تعرضت لضغوط خلال الفتره الاخيره يا كابتن؟ لا بص يا اسلام، يعني انا عشان يعني اكون صريح معاك، انا يعني طبعا انا مبسوط ان انا دخلت معاك، لكن انا بس عشان اوضح النقطه دي، طبعا مبروك النهارده على المكسب والصعود للمباراه النهائي. انت كنت بتقول ان كان في اصرار، الحمد لله رب. انا الفتره اللي فاتت مركز بشكل كويس جدا، اوقات بيبقى في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، اوقات ما يكونش في توفيق، لكن الحمد لله ان الواحد ما بيحاولش يتدلع ولا ياثر في الملعب، وهو ده اللي هفضل اعمله في الفتره اللي جايه. ضغوط لكن في بعض الضغوط طبعا، وفي بعض الناس كانت بتحاول تشوه صوره عماد او تحاول تبعد عماد باي شكل من الاشكال، لكن ان شاء الله مش هدي لاي حد الفرصه، وهفضل موجود في الملعب وهادي وهعمل اللي مطلوب مني لمصلحه فريق. مش عمر ما يكون لمصلحتي الشخصيه يبقى لمصلحه الفريق، يعني ممكن اضحي بان انا ممكن اظهر في الملعب او ابان في الملعب عشان خاطر فريقي. كابتن عماد، يعني اعتقد ان حضرتك برضو كنت يعني احيانا او ما بين فتره واخرى بتتعرض لبعض الضغوطات، ولكن انت دايما حضرتك بترد في الملعب، دايما بيكون ادائك في الملعب، وده يمكن الكل بيشهد بيه، سواء كان حتى مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني. كابتن عماد، شايف الاداء دوت ده يعني الاداء تحديدا النهارده بالنسبه يعني امام اتحاد الشرطه، ده بيدي تاكيد او رساله لجمهور النادي الاهلي ان الفرقه هتنافس على البطوله، وهيكون دوت تعويض لبطوله الدوري السنه دي؟ ان شاء الله. يعني احنا طول عمرنا بنفكر وهدفنا البطوله، فاحنا بنشارك في بطوله كاس مصر الدوري، خلاص فاز بيه نادي الزمالك، بقول له الف مبروك. احنا مشاركين دلوقتي في بطوله كاس مصر، عندنا الكونفدراليه خلاص خلصنا النهارده، ان شاء الله صعدنا الدور قبل النهائي، عندنا المباراه مهمه جدا مع الترجي السعودي ان شاء الله في تونس. هنروح هناك نحقق ان شاء الله نكون مركزين وهنلعب على المكسب. زي ما قلت لك الفرقه الحمد لله فيها لعيبه كتير مميزه، سواء لعيبه النادي الاهلي تعاقد معاه، او اللعيبه اللي موجوده، او اللعيبه الصغيره اللي صعدت معانا. فان شاء الله السنه الجايه كابتن عماد، يعني الكلام برضو على التعاقد او المنافسه مع ايفونا وجون انطوي، هل انت حضرتك بتحط ده في دماغك، ولا انت بتركز في التدريبات وبيبقى الرد في المباريات الرسميه؟ لا اكيد ده شيء طبيعي، المنافسه دي حاجه محترمه وحاجه مطلوبه في الفرقه يعني، والاحسن هو الجهاز الفني هو اللي يبقى موجود في الملعب. كل لعيب بيركز المطلوب منه سواء في التدريبات او في المباريات، واللي شايف الجهاز الفني هو اللي هيبقى موجود في الملعب، وكل واحد بيقوم بدوره يعني، المهم في الاخر مصلحه الفرقه.
شايف ان الصفقات الجديده بدات يعني تعالج بعض المشاكل الفنيه اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي خلال مباريات الدوري؟ لا انا شايف بصراحه ما كانش فيه مشاكل. ان شاء الله الصفقات الجديده تبقى اضافه وتكمله للمسيره اللي كان ماشي بيها اللعيبه في النادي الاهلي. وان شاء الله زي ما قلت لك يعني الصفقات الجديده مع اللعيبه اللي كانت موجوده نحقق ان شاء الله بطولات وانجازات الفتره اللي جايه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني ان شاء الله. كابتن عماد، يعني اخر سؤال عشان ما اطولش على حضرتك، كان دايما بيتقال في الفتره الاخيره وقت طبعا مباريات الدوري ان اللعيبه الكبار عاملين مشاكل في الفريق. لا اسلام بص اسلام معلش يعني اظني لان عمرنا ما في حد عمر ما اللعيبه الكبيره في النادي الاهلي عملت مشاكل، وعمر ما في حاجه اسمها عندنا لعيبه كبيره ولعيبه صغيره، فرقه واحده. اللعيبه الكبيره هناك في النادي بتتعامل بكل احترام بكل ادب من اللعيبه الصغيره، ونفس الموضوع اللعيبه الصغيره ليها احترام كل احترام وتقدير من اللعيبه الكبيره، مفيش فرق خالص، احنا كلنا فرقه واحده. عمر ما كان عندنا في النادي اللعيب الكبير بسنه او باحترامه ليه احترامه في الملعب، لكن احنا ما بنتعاملش في لعيب كبير ولا صغير، وعمرنا الحمد لله ما عملنا مشاكل ولا هيكون في مشاكل خالص الفتره اللي جايه او قبل كده. كابتن عماد انا بشكرك وعايز اكد لك وحضرتك معايا كمان ان انت واحد من اهم المهاجمين المميزين في تاريخ الكره المصريه، سواء بقى بالنسبه للنادي الاهلي سواء للمنتخب الوطني. هيفضل التاريخ عماد متعب سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني باقي رغم برضو الضغوطات اللي انت بتتعرض ليها ما بين وقت للتاني. كابتن عماد بشكرك جدا، واحد زي ما قلت لكم من اهم المميزين وكان ليه دور كبير في البطولات اللي كان بيحصدها المنتخب الوطني في أمم إفريقيا أو حتى مع النادي الأهلي. لكن